ومجلس النواب العراقي بالإسراع في تنفيذ المادة 140 من الدستور. مواطنون من خانقين أكدوا في تصريحات لمراسل فضائية كركوك أن هذه المادة الدستورية لا تخص مكونا معينا، بل أن تنفيذها يخدم الشعب العراقي كافة أو بكافة مكوناته. وأكد المواطنون أيضا أن أهالي المنطقة المشمولة بهذه المادة قدموا تضحيات كبيرة وعانوا الظلم والاضطهاد على أيدي الحكومات المتعاقبة، مشددين على أن الوقت قد حان لكي يأخذ كل ذي حق حقه. عباس الأركوازي وتفاصيله. جدد أهالي مدينة خانقين مطالبتهم الحكومة والبرلمان العراقي بالإسراع بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، والتي نصت على: أولا، تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانيا، المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة التطبيع الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 من شهر كانون الأول لسنة 2007. نطالب تنفيذ الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي لإسراع بمادة 140 من الدستور العراقي، لأن هاي المادة مادة دستورية وهي مادة لجميع المكونات من تركمان وعرب وأكراد، إضافة إلى حسم قضية المناطق المستقطعة. فنتمنى الإسراع بهذا الشيء، يعني بحل هالمشكلة. نطالب بالحكومة المركزية ونطالب البرلمان أن يستعجلون بهذا المادة، لأن هذا المادة يخدم الشعب العراقي كافة. نطلب من الحكومة العراقية والبرلمان بتنفيذ مادة 140، لأنه مادة 140 مادة دستورية. آخرون أكدوا أن أهالي المناطق المشمولين بهذه المادة قد ضحوا الكثير وعانوا ما عانوه من ظلم واضطهاد على أيدي الحكومات المتعاقبة، وجاء اليوم الذي لا بد من أن يأخذ كل ذي حق حقه. نحن الكرد كأهالي خانقين ضحين هواية، ضحينا من كل نواحي، من كل بيت انطينا شهيد، ولحد الان مادة 140 ما نطبقها، ومستعدين ومن كل اي بيت ندفع بعد باربع شهداء الاخ. انا كواحد من الناس لو ادفع بعد اربع شهداء الاخ لازم نطبق مادة 140. هذا ما نتنازل عنه، لو متنازلين على ارواحنا على المادة 140 ما متنازلين. نطالب ومطلب جماهيري لكل اهالي خانقين بتطبيق المادة 140 بالسرعة الممكنة. لقد عانينا من إهمال الحكومات المتعاقبة الكثير الكثير، وجاء الوقت لتثبيت حدود خانقين وضمه لإقليم كردستان حسب آراء المعنيين وحسب آراء الجمهور الخانقيني. وكان من المفروض أن تنفذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم عام 2007 حسب ما جرى ذكره في الدستور العراقي الدائم، بعد أن مررت هذه المادة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي كان يحمل تسلسل 58 من القانون الذي جاء بمثابة الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية التي مر بها العراق بعد سقوط النظام البائت عام 2003. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. أعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيركو